بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج اخبارنا اللي بنتابع فيه اهم اخبار نادينا نادي الزمالك العظيم والاخبار المحليه والعالميه. وزي كل يوم وزي ما عودناكم، البدايه دايما بتكون بعناوين الحلقه. جماهير الزمالك شكرا. نهائي الكونفدراليه سيناريوهات التأهل. الصحف الغانية تشيد بالفارس الأبيض. وأخيرا علاء كمال في ضيافة أخبارنا. أما عن موضوع حلقتنا واللي حابين نعرف رأي حضراتكم عنه ومنتظرين إجاباتكم، هو الاستعداد لمباراة دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية ومعالجة أخطاء لقاء الذهاب. منتظرين آرائكم وتعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا. الزمالك يقدر، هعتبر الكلمتين دول هما محور حلقتنا النهاردة. للأسف الشديد نتيجة مش أفضل حاجة، يمكن كنا منتظرين أداء أفضل من كده بكتير، خصوصا إن احنا في الشوط الأول يعني المباراة كانت تحس إن هي صعبة علينا بعض الشيء. مش هنكر إننا عندنا أفضل من كده، ومش هنكر برضو إن كان في عدم توفيق غير عادي، مش طبيعي خالص اللي كان بيحصل. اكتر من فرصة ضايعة ومحققة، اكتر من كورة يعني اشد المتشائمين ما يصدقش ان كورة زي كده ممكن تخرج. مباراة امبارح بتقول لنا رسالة واضحة وصريحة، بطولة الكونفدرالية اكيد زي ما بعض الناس كانت بتقول هي مش بطولة سهلة خالص. عشان تفوز بالبطولة دي وتحقق اللقب لازم تبذل أكبر مجهود ممكن، والبداية بإذن الله من مباراة العودة يوم الحد المقبل بإذن الله. عايز أتكلم معاكم شوية عن هذه المباراة، ولكن قبل ما أتكلم عن هذه المباراة شكر واجب لجمهور نادي الزمالك العظيم، جمهور الزمالك اللي كان مالي جنبات الاستاد وزيه زي اللعيبة. مباراة امبارح مش مباراة لعيبة بس ولا مباراة مدير فني، لا، هي مباراة بين جمهور نادي الزمالك وبين تحديات كتير جدا. دايما جمهور الزمالك هو السيف والدرع، جمهور الزمالك هو الوقود لكل لاعب داخل نادي الزمالك من أول ثانية لآخر ثانية. يا ريت نسمع صوت الجمهور يا مخرج. بعد ما الماتش خلص والجمهور كان مستني كتير، والجمهور اكيد كان مستني زيه زي اي لاعب داخل ارض الملعب ان احنا ان شاء الله نفوز، او كنا نفوز بهذه المباراة، ولكن الجمهور بعد المباراة ايه رد فعله؟ الدعم للاعبي نادي الزمالك. الجمهور ولا شفنا منه اي تجاوز ولا اي انتقاد، بالعكس الجمهور كله نده على كل اللعيبة بصوت واحد على قلب رجل واحد: العودة يا زمالك، أفريقيا يا زمالك. عشان كده قبل ما نخش في أي تفاصيل فنية وقبل ما نتكلم عن أي شيء، عايزين نقول شكرا لكل الجماهير اللي حضرت امبارح، ورسالتي ليهم ولكل الجماهير سواء على السوشيال ميديا سواء في المدرج سواء خلف الشاشات، عايزين نكمل زي ما احنا في مسيرة الدعم ونستمر في المساندة لفريقنا بإذن الله الأسبوع القادم، وده اللي هيحصل وما عنديش شك فيه. كلنا بإذن المولى عز وجل ورا فريقنا، وكلنا ورا لاعبتنا وجهازنا الفني وإدارتنا، عندنا ثقة كبيرة جدا ملهاش حدود. متأكدين إن شاء الله بإذن الله من العودة مرة تانية يوم الحد، وهنحتفل وإن شاء الله هنحتفل بصعود الزمالك، وبإذن الله البطولة دي زملكاوية بإذن المولى عز وجل، عندنا لعيبة رجالة.
واللعيبه دايما بتاعتنا بتبان في المواقف الصعبه، وده التاريخ اللي بيتكلم، مش احمد حازم ولا حضرتك ولا اي حد في الدنيا، هو التاريخ. ان شاء الله الفوز يكون من حليفنا في ماتش دريمز، وعلى الاقل ان شاء الله باذن الله ننهي اللقاء بالتعادل الايجابي ونحسم ملف الصعود للمباراه النهائيه، وتكون البطوله بيضه بخطين حمر. هرجع بيكم للمباراه، وكان في شويه تفاصيل كده حابب اتكلم فيها. اول حاجه، وزي ما احنا دايما معودينكم، احنا بنحب دايما ننقل الصوره كما يجب ان تكون. قبل ما اتكلم في فنيات، انا عندي سؤال. انا مش خبير تحكيمي ولا عمري بتكلم في التحكيم ولا هتكلم في التحكيم، بس هو تساؤل: هل من الطبيعي ان حكم المباراه يكون بيرتدي التيشيرت والشورت بتاعه نفس لون تيشيرت وشورت المنافس؟ انا ما شفتهاش قبل كده. يعني في الحقيقه ممكن تصادف ان الشورت يكون نفس لون شورت المنافس، ممكن التيشيرت، وما بتبقاش محببه. ولكن حتى الموضوع كان مستفز لمعلق المباراه ولكل الناس اللي كانت موجوده. بدور الحكم بيكون موجود في الاجتماع الفني وبيبقى على علم ان اللعيبه هتلبس التيشيرت، سواء مثلا اللعيبه اللي بتلعب على ارضها هتلبس التيشيرت لون كذا، واللعيبه او الفرقه الضيفه بتكون بتلبس التيشيرت لونه عامل كذا، او اللون الفلاني، اللون الابيض، اللون الاخضر، ايا كان اللون ايه. فبالتالي كان واجب على حكم المباراه ان هو يتفادى الالوان اللي بتشبه الوان تيشيرت وشورت المنافس. مش بقول ان ده سبب ومش بدي مبررات، ولكن هو تساؤل. عايز اتكلم مع حضراتكم عن تفاصيل صغيره ابرزها الغيابات. فريقنا امبارح للاسف بنلعب من غير باك شمال في ظل غياب واصابه عبد الشافي وفتوح، وكنا بنلعب بنضاي زي ما حضراتكم شفتم متابعته. نفس الامر في الجبهه اليمنى، كنا بنلعب بالمسلوسي مدافع وعمر جابر مصاب، فبالتالي كنا بنلعب بالزناري كظهير ايمن، وطبعا بنلعب من غير واحد من اهم اللعيبه في نادي الزمالك وفي مصر وفي الوطن العربي، احمد سيد زيزو. ده طبعا بسبب الاصابه، ده غير بقى ناهيك عن غيابات اخرى بسبب عدم القيد في القائمه الافريقيه، زي ناصر ماهر وزي عبد الله السعيد وزي سيف فاروق جعفر، ده طبعا لعدم القيد في القائمه الافريقيه. نص فريق حضرتك، واحنا بنتكلم كده انت بتتكلم في نص فرقه، أكيد ليها تأثير سلبي وتأثير كبير عليك كفريق بيمثل نادي الزمالك. تاني هرجع وأقول إحنا مش بنبرر ولا بندي شماعات ولا بنبرر التعادل، ولكن في معطيات وفي تفاصيل صغيرة بدورنا هنا الإعلامي بنسردها ونوضحها لحضرتك. التوفيق دايما بيكون ليه دور كبير، وده اللي أنا قلته امبارح. قلت احنا ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تقدر، جهاز فني على اعلى مستوى، مجلس اداره عامل اللي عليه، جمهور بيعمل حاجات تدرس. قلت دايما لو في صفحه او مغلف او كتاب بعنوان اوفى جمهور في الكون، فهيكون جمهور الزمالك هو عنوانه. فكان بينقصنا التوفيق، وده اللي انا قلته امبارح واكدت عليه. فاحنا ما كناش محظوظين امبارح، كميه الفرص اللي اتعملت الشوط الثاني مش طبيعيه. مش طبيعي ان كور كتير جدا ما تدخلش. الكوره كانت معندنا قوي بشكل مستفز. نضاي كان على الاقل يسجل جونين. في اي ظروف تانية بالكور وبالفرص اللي جات له على الاقل الاكسبكتد جولز جونين على الاقل. كوره حسام عبد المجيد، مين كان يصدق انها مش جون؟ الكوره مش عايز تدخل. الكوره فعلا معندنا. حتى الجزيره ضيع اكتر من كوره، وحضراتكم شفتم وتابعتم المباراه. من ضمن الحاجات المهمه برضو اللي لازم نلقي عليها الضوء هي، يعني مش عايز اقول تهاون الحكم او ان الحكم ما كانش على مستوى جيد، لان احنا عمرنا ولا هننتقد تحكيم ولا هنتكلم على تحكيم لان ده مش دورنا، ولكن احنا بنسرد واقع. اعتقد ان حضرتك زيك زي شفنا وكنا متضايقين جدا ان الحكم بتاع المباراه ما قدرش يحافظ على لعيبه الزمالك، كانه ناسي الكروت في البيت او انا مش عارف في ايه. ولكن احنا برضو مش عايزين ننتقد التحكيم ولا عايزين نتكلم على التحكيم، ولكن ده واقع. احنا اكيد الحاجات دي كانت بتؤثر على اللعيبة حتى لو بنسبة صغيرة، ولكن كنا بنشوف خشونة ورعونة وتهور وعشوائية كبيرة جدا من فريق دريمز الغاني، وده برضو اللي اكد عليه معلق المباراة والناس داخل ارض الملعب وحكام كتير اتكلمت معاهم بالمناسبة. لا، الحكم كان فعلا ممكن يكون اداؤه افضل من كده بكتير. اكتفى ان هو
يحتسب الفاول بدون اظهار الكروت الصفراء، وكان في اكتر من حاله بتستوجب عليه ان هو يطلع الكارت الاصفر. حد يسالني ويقول لي هو الحكم هو السبب او هو اللي خلانا نتعادل، اقول لك لا يا فندم، احنا بس بنسرد الواقع او بنسرد على حضرتك حالات معينه بدورنا الاعلامي وكمنصه اعلاميه رسميه للقناه او لنادي الزمالك كقناه نادي الزمالك. دايما بنحب ان احنا نسلط الضوء على تفاصيل صغيره، هي تبان صغيره ولكن هي مهمه ومؤثره جدا في اي مباراه بيلعبها نادي الزمالك. حاجه مهمه برضو حابب اتكلم مع حضرتك فيها، وهي ان البعض للاسف الشديد عندنا لاعب بقيمه وحجم شيكابالا نشوف الناس بتنتقده. انا بجد لولا ان انا عارف ان شيكابالا في حاجات معينه ما بيحبش ان هي تظهر للاعلام او بيحب الناس تعرفها، هو دايما انسان يعني بيحب الخير ودايما في ظهر الفرقه ودايما بيتغاضى عن امور كتير جدا. عقد شيكابالا لو تعرف كان كام والله ما حد هيصدق، ولكن طبعا المجلس الجديد قدر ان هو يعدل القصه دي. شيكا قائد وكابتن ولاعب وقيمه كبيره جدا جدا في كرة القدم المصرية والإفريقية. مفيش حد لعب كورة ما أشادش بشيكابالا، مفيش حد بيفهم كورة ما يعرفش قيمة شيكابالا. الأداء امبارح كان فعلا مش أفضل حاجة من الجميع، ولكن طبعا قدر جوميز بالتدخلات بتاعته الشوط التاني إن هو يعدل القصة ويظبط رتم المباراة. ولكن دايما إحنا بنتجمع ورا الفريق ونساند وندعم. شيكا تاريخ كبير وامكانيات فنيه مش هتتكرر، وزيد على ده بقى روح ورجوله واداء محبوب من الجميع. دور شيكابالا خارج الملعب لا يقل عن دوره داخل الملعب. مش عايزين بس حاجات زي كده تشتتنا، يعني مش عايزين نتكلم في التفاصيل دي كتير، دايما بنحب ان احنا نتكلم في الاشياء الايجابيه، ولكن ما ينفعش ان احنا نشوف هجوم على لاعب بقيمه وحجم شيكابالا وما نتكلمش عنه. عندنا كلام كتير الفترة دي طبعا قبل مباراة العودة بالرغم من الغيابات وعدم التوفيق وأي شيء تاني. الزمالك يقدر الصعود بإذن الله هيكون من حلفنا، قادرين على عبور بوابة دريمز في غانا، وإن شاء الله بإذن الله نرجع مرة أخرى للمسار الصحيح. واللي نقدر نقوله للفريق إن كلنا ثقة فيكم وفي أدائكم وفي مديرنا الفني وفي مجلس إدارتنا، ورقم واحد طبعا هو جمهورنا العظيم. في وسط زحمة الكونفدرالية بقى فريقنا فريق كرة اليد بيقدم مباريات كبيرة قوي في بطولة الكاس، كاس الكؤوس طبعا الإفريقية، وماشيين بشكل أكثر من رائع وأكثر من ممتاز. فزنا على الترجي التونسي بحمد الله، وعندنا مباراة مهمة النهاردة قدام بطل الكونغو. بإذن الله اللعيبة ترجع من الجزائر بالبطولة ونحتفل بكوماندوز اليد كلنا والتتويج بكأس الكؤوس الإفريقية. تعالوا نطلع نشوف التقرير ده ونرجع مع حضراتكم نبدأ أخبارنا. حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك ودريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، ليؤجل الفارس الأبيض حسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية لحين خوض مباراة العودة المقرر إقامتها الأحد المقبل بمدينة كوماسي الغانية. البرتغالي جوزي غوميز المدير الفني لفريق الزمالك اعترف بالأخطاء التكتيكية لفريقه في لقاء دريمز الغاني وعدم ظهور الزمالك بالشخصية المطلوبة، رافضا في الوقت نفسه فقدان الأمل لأن فرص التأهل كبيرة والأمور في لقاء العودة ستكون مختلفة. الزمالك أصبح أمامه ثلاثة سيناريوهات لضمان التأهل لنهائي الكونفدرالية. السيناريو الأول هو الفوز بأي نتيجة، أما السيناريو الثاني لضمان التأهل هو التعادل السلبي ثم الفوز بركلات الترجيح، بينما السيناريو الثالث والأخير هو تعادل الزمالك مع دريمز بأي نتيجة إيجابية ليتأهل الفريق الأبيض لنهائي البطولة مستغلاً قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الديار. ويبدأ الزمالك في الساعات المقبلة الاستعداد لمواجهة العودة أمام دريمز، ويسعى الجهاز الفني لمعالجة الأخطاء التي ظهرت في لقاء الذهاب لتفادي تكرارها في مباراة العودة وحسم التأهل لنهائي الكونفدرالية رسمياً والاقتراب خطوة جديدة من اللقب الإفريقي. بجد ترحيب بحضراتكم مرة أخرى. هيكون لينا حديث في بعض الأمور الفنية وبعض الحالات اللي شفناها من الحكم امبارح،
ولكن خلونا في البداية نبتدي مع حضراتكم أخبار نادينا نادي الزمالك العظيم، وبعد دقائق قليلة جدا هيكون معانا مداخلة في غاية الأهمية. طيب أخبار نادينا نادي الزمالك العظيم النهاردة، نقدر نقول إن جوزيه جوميز المدير الفني لفريقنا منح اللاعبين راحة من التدريبات، ده طبعا عقب خوض مباراة دريمز الغاني امبارح، ويفضل النهاردة يكون داي أوف كده أو راحة للعيبة عشان خاطر طبعا اللعيبة أو الفرقة بإذن المولى عز وجل تستأنف تدريباتها غدا الثلاثاء على ملعب النادي استعدادا للقاء العودة أمام بطل غانا. ده فيما يخص فريق كرة القدم النهاردة، والبرتغالي جوزيه جوميز طلب من معاوني تجهيز ملف كامل على كل صغيرة وكبيرة عن فريق دريمز، خصوصا أن أبرز اللقطات الفنية اللي ظهرت خلال مباراة أمس فيها عشوائية بعض الشيء، فرقة بتلعب على المرتدات، فرقة ما عندهاش طريقة أو هوية ثابتة، فالراجل مش عايز يسيب حاجة للصدفة في لقاء العودة إن شاء الله، فعايز يكون في تقرير كافي ووافي عن كل صغيرة وكبيرة بتخص فريق دريمز الغاني. ولكن قبل ما نستأنف أو نكمل مع حضراتكم أخبارنا، بينضم لينا الخبير التحكيمي الكابتن أيمن دجيش. كابتن أيمن مساء الفل على حضرتك، بتشرف بوجودك معايا. حبيبي يا كابتن احمد، مساء الفل عليك والساده المشاهدين، وتحياتي ليك وبالتوفيق دايما يا حبيبي. كده ايه كابتن ايمن، في البدايه عايز اتكلم مع حضرتك، يعني هما لقطتين ما يختلفش عليهم اتنين. اول حاجه يا كابتن، هل من الطبيعي ان حكم، ده تساؤل، احنا مش بننتقد ولا بنهاجم، احنا بنسال، هل من الطبيعي ان حكم مباراه يكون موجود في الاجتماع الفني وعارف الوان تيشرت الفريقين، ولكن بنشوفه في الشوط الاول بالكامل بيرتدي تيشرت وشورت نفس لون تيشرت وشورت المنافس؟ بص، الحقيقه الغريب جدا ان دي فيها سقطه غريبه جدا. يعني انت عارف يا كابتن احمد ان احنا كنا بنروح يعني ماتشات في افريقيا وبنجتمع وبنشوف الوان الفرقتين وبنرسع اللون اللي هو البعيد عن الفرقتين وعن حراس المرمى وعن كل حاجه. فللاسف هو فالمفروض ان هم كان عندهم اختيارات في الاجتماع، كان المفروض يحددوا لون التيشيرت. صحيح، عندك اللبني وعندك الاحمر وعندك الاسمر اللي هو غيره في الشوط الثاني. فالحقيقه ان انت تبتدي المباراه ان انت لابس تيشيرت قريب من الفرقه، دي حاجه غريبه جدا ما تحصلش في بطوله كبيره زي ديت يعني الحقيقه. يعني بشكرك، اذا احنا صح يا كابتن؟ اكيد طبعا، مليون في الميه، لان انت المفروض انت ده عنده ثلاث اختيارات واختار اختيار الرابع الغلط يعني الحقيقه يعني. طيب في اي جزئيه حضرتك حابب تضيفها في هذا الامر؟ لا، بالنسبه للملابس احنا خلاص قلناها يعني بالنسبه للملاحظات الثانيه هتبقى في المباراه بس يعني. طب يا كابتن، فيما يخص العنف الشديد والرعونه اللي شفناها في اكتر من كوره والتدخل القوي جدا على لاعيبه نادي الزمالك، وشفنا تهاون كبير في اظهار الكرات في اظهار البطاقات الصفراء. الحقيقه طبعا كان في اللي لاحظناه واحنا بنتفرج على الماتش ان كان في العاب كتير فيها خشونه كبيره، وهو الحقيقه ما كانش بيطلع الكروت، ما كانش بيستخدم الكروت في كتير من الحالات، كان المفروض يستخدم فيهم الكارت الاصفر للاعبين. والحقيقه وهو يعني، ودي بتخلي اللعيبه لما تيجي نحكم النهارده كابتن احمد يبقى بيحكم والنهارده اللعيب يعمل خشونه والثانيه والثالثه وبعدين ما يبقاش في كروت، النهارده انا بدي فرصه للفريق او اللاعبين ان هم يتمادوا في الخشونه، لان الحكم هنا ما اظهرش واخد بالك كروت، فخلاص اللعيبه اخذت انطباع عن الحكم ان هو ما بيظهرش الكروت، فابتدت الخشونه تزيد، فالحكم هنا بيبقى سبب في ان الخشونه تزيد في المباراه يعني الحقيقه. وكمان يا كابتن ما بتحافظش على اللاعب، يعني انت ما بتحافظش على سلامه اللاعب. ده اول حاجه في قانون كره القدم الحفاظ على سلامه اللاعبين. ما انا بقول لك كابتن احمد هو بيدي الفرصه للاعبين اللي هي تستخدم الخشونه اكتر، لان هو ما بيتعاملش، لان النهارده الحكم لما بيجي النهارده في اول لعبه فيها خشونه تستحق الكارت بيعطي الكارت، النهارده اللعيبه خلاص بتعرف ان الحكم ده في الالعاب ديت هيدي كروت. نعم. فبيبتدي النهارده اللاعب بيحافظ على زميله، بيبتدي النهارده بيقل من الخشونه، لان عارف الحكم هيتعامل مع اي حاله هيتعامل فيها بالكارت يكون فيها خشونه، لكن النهارده لما الاقي الحكم بيتهاون في ذلك فانا النهارده عادي بقى، فانا بتعامل بخشونه في المباراه عادي يعني. شفت ازاي يا كابتن تضييع الوقت من جانب مهاجم دريمز الغاني جون انتوي وحارس المرمى بدون اي تدخل او حتى انذار من جانب الحكم؟ بالظبط كده يعني، هو حتى في اضاءه الوقت زي ما انا بقول لك ما كانش بيد مد وما اديش انذارات، والحقيقه في الوقت الضايع كان فيه اصابات كتير وكان فيه وقت ضايع، حتى التقدير للوقت الضايع ما كانش مظبوط. يعني انت بتتكلم ان انت ممكن وقت ضايع حوالي 6 7 دقائق بيدي اقل يعني في الوقت، يمكن في الشوطين ما اداش الوقت الضايع كما ينبغي يعني. نعم. الحقيقه يعني كان يعني سبب، ودي بتبقى مهمه الحكم
ان انت تضيف الوقت اللي ضاع، اذا كان في الاصابه، اذا كان في التغيير، اذا كان في ده، ما بتحسبش، مالوش وقت محدد، لكن انت النهارده بتقدر. يعني لو في اصابه النهارده وانا واقف دقيقه دقيقتين، لازم دول يتضافوا. التغيير بيبقى ليه معدل، في عملت كام تغيير، اضاعه الوقت بيبقى ليها معدل. فانا شايف ان هو كان ما اداش الوقت ضايع كما ينبغي الحقيقه. يعني عايز اسال حضرتك سؤال اخر، وهو هل حضرتك شايف ان هذا الحكم وله منك كل الاحترام والتقدير كان على مستوى الحدث؟ الحقيقه لا. يعني هو المباراه، انت بتتكلم في مباراه يا كابتن احمد في الدور قبل النهائي، في من اقوى بطولات في افريقيا، في الاتحاد الافريقي، في مباراه هي الدور قبل النهائي. صحيح. فالحقيقه الادوار اللي قبل النهائي او النهائي، انت خلاص انت بتجيب في المباراه ديت الصفوه بتاعت الحكام. نعم. انت خلاص ناقص لك على نهايه البطولتين ثلاث اربع، بتلعب في ثلاث اربع ماتشات يا كابتن احمد. فالنهارده المفروض يعني بتلعب في اربع خمس حكام، المفروض يبقى هم الصفوه بتوع افريقيا. يعني الحاجات اللي احنا، الملاحظات اللي احنا اتكلمنا عليها دي كلها، المفروض ما تبقاش موجوده في مباراه زي ديت بقيمه المباراه ديت، يعني دور قبل النهائي. طيب لو حضرتك هتدي الحكم ده درجه، هتدي له كام من 10؟ يعني الحكم مش هيزيد، يوم ما يزيد مش هيزيد عن 7.5 يعني الحقيقه. يعني مش هيزيد، لان كان في حاله كمان، يعني كان في حاله كمان دخلت 18 بتاعت الجزيره. يا كابتن بتاع السيف الجزيري، الحقيقه فيها دفع، هو اللعيب جه، لو احنا رجعنا للقطه طبعا هي مش قدامنا، لكن كان في جزيري واقف النهارده، انا باجي بدفعك، في دفع، في خطا جوه ال 18. صحيح. على الاقل في ركله جزاء، ففي ركله جزاء، لان انا النهارده، لعيب واقف، وانا النهارده باجي كان في دفع في الظهر، ما كانش في تلاحم، ما كانش في كتف في كتف. على الاقل ارجع للفار. بالظبط كده، ما هو للاسف الفار برضه بالظبط نفس القصه. ما انا بقول لك الحاله كانت غريبه جدا، لان الحاله كان فيها دفع بالنسبه للجزيري، كان واقف وكان في دفع للجزيري، وما كانش فيها لا مكاتفه ولا الكلام ده. طبعا كان في خطا واضح يعني الحقيقه. صحيح. كابتن ايمن، ما كانش في مراجعه للحاله يعني. الخبير التحكيمي بتشرف بوجود حضرتك معايا، شكرا يا كابتن. طيب ده كابتن ايمن دجيش، احنا ما بنتكلمش في التحكيم، انا راجل مذيع، فجبنا الخبير التحكيمي يقول لنا رايه. فاحنا ولا بننتقد ولا بنهاجم، احنا بنسرد حالات وبنحلل. طيب خلينا نرجع لاخبار فريقنا. الثلاثي احمد فتوح وعمر جابر واحمد سيد زيزو هيخضعوا لمجموعه من الاختبارات الطبيه خلال التدريبات الجماعيه المقبله، عشان ناس كتير جدا جدا من امبارح بتبعت رسائل وبتسال احوالهم ايه، اخبارهم ايه، ايه الاخبار، طب ايه اللي هيحصل. فاحنا هنا بنرد على حضرتك وعلى كل كبيره وصغيره بتخص لاعبتنا المصابه. امبارح في اوضه اللبس بعد المباراه جوميز كان ليه حديث مع اللعيبه، كلمتين، ننسى المباراه، ننسى النتيجه، واعتبار مواجهه العوده هي المواجهه الوحيده، زي نوك اوت جيم كده، مباراه كؤوس. عايزين نركز، هدفنا الوصول للمباراه النهائيه لبطوله الكونفدراليه الافريقيه، هدفنا الوصول للمباراه النهائيه والفوز بالبطوله الكونفدراليه. شكرا. لسه مكملين اخبارنا، ولسه مكملين مع جوزيه جوميز اللي كان حريص على مراجعه بعض الاخطاء اللي ظهرت على الفريق خلال مباراه الزمالك ودريمز، وهيبدا من بكره ان شاء الله في التدريبات الشغل على تصحيح ومعالجة هذه الأخطاء. جوميز جاهز تقرير مفصل هو وجهازه، عشان هيشرح للعيبة في التدريبات إن شاء الله بتاعت بكرة إيه الأخطاء اللي ما ينفعش إن هي تكون موجودة داخل فرقة نادي الزمالك، واللي إن شاء الله هنتفاداها في مباراة العودة، واستغلال الفرص اللي هتتيح، اللي هيتم إتاحتها للفريق وتحويلها لأهداف. فيما يخص الاتحاد الافريقي لكرة القدم، اخطر مسؤولي الاتحاد الافريقي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بادارة مباراة دريمز في اياب دور نصف نهائي في بطولة الكونفدرالية الافريقية، وهيقود طاقم التحكيم التشادي الحاجي محمد حكما للقاء. ده فيما يخص طاقم التحكيم اللي هيدير هذه المباراة. فعايزين ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه او الكام يوم اللي جايين دول، زي ما احنا اتكلمنا مع حضراتكم، احنا مكملين في الدعم، واقفين ورا فرقتنا، مش بنفكر في اي حاجه غير اللقب. وده اللي كل اللعيبه داخل نادي الزمالك عهدوا نفسهم عليه.
ماشي. الصحف الغنية قالت ايه على تعادل الزمالك امبارح امام دريمز الغاني في ذهاب نهائي كأس الاتحاد الافريقي؟ صحيفة غانا سوكر نت زي ما على الشاشة كده جايبين لحضراتكم، قالت ان دريمز قدم اداء حماسي امام الزمالك واظهروا شجاعة هائلة وغادروا استاد القاهرة الدولي بنتيجة يمكنهم ان يفخروا بها. واشارت الصحيفة انه على الرغم من مواجهة حماس الالاف من جماهير الزمالك في المدرجات، ولكن ابناء المدرب عبد الكريم زيتو ظلوا صامدين في اداء دفاعي متقن. واضافت ان دريمز لم يخلق سوى فرص قليلة جدا، الى ان الصلابة الدفاعية ادت لظهورهم بهذا الشكل الجيد. فاصل ونرجع تاني نكمل مع حضراتكم بقية اخبارنا، ما تروحوش في اي حته. بجد ترحيب بحضراتكم من جديد. اهتمت طبعا وسائل الاعلام والصحف العالمية الصادرة صباح اليوم بفوز ريال مدريد المثير على برشلونة بنتيجة 3-2 في كلاسيكو العالم او كلاسيكو الارض في الدوري الاسباني ضمن منافسات الجولة الـ32 من منافسات الدوري. صحيفة ماركا الاسبانية نشرت صورة بيلينغهام خلال الاحتفال بهدف قاتل ريال مدريد مع زميله باسكيز برأسه على خط الركنية، وعلقت قائلة البطل الافتراضي نشوة الأبيض مع هدف بيلينغهام الأخير. مدريد ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة. صحيفة أس الإسبانية كتبت البطل الافتراضي بيلينغهام في الوقت بدل الضايع أنهى الدوري بعد مباراة كلاسيكو مثيرة جدا. أما صحيفة سبورت الكتالونية فانتقدت التحكيم في مباراة الكلاسيكو بعد انتهاء هدف لامين يامال، مؤكدة أن كرة نجم برشلونة تخطت خط المرمى من يد طبعا الحارس، وقالت هدف شبحي واحد أنهى كل شيء. برشلونة يقع في مباراة كلاسيكية قرر فيها الحكم عدم اعتبار الهدف الذي دخل مرمى ليونين صحيحا واحتساب ركلة جزاء مشكوك فيها. وأضافت الصحيفة شافي يعترف بأخطاء دفاعية لكنه ينتقد عدم وجود تقنية الأهداف في الدوري حتى الآن، إنه عار على حد وصفهم طبعا. ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية صورة هدف يامال الملغي لحظة تخطي كرة أو كرة لامين يامال لخط مرمى الحارس، وقالت في عنوان مختصر لقد كان هدفا. وفي انجلترا تحدثت صحيفة ديلي اكسبريس الانجليزية عن تأهل مانشستر يونايتد إلى نهائي كأس الاتحاد بعد الفوز على كوفنتري سيتي بركلات الترجيح 4-2 عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3، وعلقت قائلة بكاء البلوز مع نشر صورة أحد لاعبي كوفنتري سيتي باكيا بعد انتهاء حلم التأهل للمباراة النهائية من كأس الاتحاد. وأخيرا جاء جيم راتيكليف مالك مانشستر يونايتد وهو يصرخ على صدر غلاف صحيفة ديلي تيليجراف البريطانية مع عنوان يونايتد يذل في النصر للإشارة أو يونايتد يذل في النشر، ده طبعا للإشارة إلى الفوز الصعب الذي حققه الشياطين الحمر على كوفنتري سيتي بركلات الترجيح والتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد. عشان نتكلم أكتر على كلاسيكو الأرض ونعرف مزيد من الكواليس، بيسعدني ويشرفني أن ينضم إلينا الدكتور عثمان إبراهيم الخبير في كرة القدم العالمية. يا دكتور عثمان مساء الفل عليك، بتشرف بوجودك معايا. يعني حازم وكل مشاهدينك الكرام، ويعني منور الشاشة ودايما متألق إن شاء الله. ربنا يعزك. عايز بقى أعرف منك كده سريعا وجهة نظرك أو تحليلك لمباراة أمس والنهاية طبعا السعيدة لكل من هو يشجع ريال مدريد، والنهاية الدرامية لكل مشجعي برشلونة. طبعا مباراة الكلاسيكو طبعا لها واقع خاص ولها طابع خاص جدا جدا، والجماهيرية للناديين سواء داخل اسبانيا او داخل او في اوروبا او حتى في العالم كله هي سبب اللغط للانكشاف ده كله. عايز اقول لك ان لو النتيجة اتعكست ولو كان برشلونة هو اللي فاز كنت هتلاقي الصحف المدريدية او المنتمية
ريال مدريد زي اس او ماركا هيهاجموا التحكيم وصحف كاتالونيه هتفيد بيه. يعني خلي بالك ان هي يعني كل صحف منتميه لنادي او بتشجعه بشكل او باخر كان هيبقى ليها وجهه نظر مختلفه وفقا للي حصل في اللقاء. يعني اول هدف امبارح سجله كريستينسن كان في كلام ان كريستينسن ساند على توني كروس في الكوره وانها خطا واضح والحكم تغاضى عن احتسابه وحكم الفار برده ما رجعش للقطه وتم احتساب الهدف. ركله الجزاء مثيره جدا للجدل اللي اتحسبت طبعا لريال مدريد. لوكاس فاسكيز كان واضح ان هو يعني بلغه الكوره كده لبس المدافع البلنتي والحكم يعني شرب الموضوع. يعني حتى برضو الاعاده كانت موضحه خاصه من الكاميرا اللي خلف المرمى ان الكوره ممكن تحسبش بلنتي وان فاسكيز هو اللي راح برجليه للمدافع اللي كانت رجليه ثابته وبالتالي ربما يكون فاسكيز زي ما بقول لك كده انتهز الفرصه وخد ركله جزاء فالناس هتشوفها ركله جزاء غير مستحقه تعادل بيها ريال مدريد. طبعا اللقطه الاكثر غموضا واكثر اثاره هي لقطه لامين يامال للركنيه اللي لعبها الكره اللي على الخط اللي قالوا ان هي دخلت. دخلت ولا ما دخلتش؟ عايز اقول لك ان في فيديو انتشر انتشار النار في الهشيم خلال الساعات اللي فاتت في العالم كله من كاميرا جايه يبدو على ما يبدو ان هي من المدرجات ان الكوره عدت الخط كامله. بس طبعا انت ما تقدرش الحكم نفسه ما يقدرش يعتمد على اي كاميرا غير كاميرات الملعب لان برضه انت عارف في عصر التكنولوجيا الحديثه وارد جدا حد يلعب في الفيديو او يلعب حاجه. انت عارف دلوقتي طب انت شايفها ايه؟ هي صعبه جدا صعبه جدا جدا. لكن انا لازم الوم هنا على حاجه مش الوم على الحكام. طبعا عايز اقول لك سيناريو الماتش وان تزار صوت وحكم المباراه كان فيه اعتراضات كثيره جدا كذا مره من ناحيه برشلونه ضده تحديدا ضد الحكم وتشافي يمكن كذا مره كان بيعترض عليه خلال المباراه يعني بيدي او بيدعم فكره ان هو تعمد على احتساب الهدف. ولكن احمل هنا الرابطه الاسبانيه سواء لجنه الحكام هناك او رابطه الدوري هناك ان ازاي مش بيعتمدوا اللي طبعا التكنولوجيا اللي بيسموها جي ال تي او الجول لاين تكنولوجي اللي هي الكوره عادت ولا لا الحكم بلاب الساعه متوصله بالمرميين الكوره اول ما بتعدي الخط بتدي له اشاره ان الكوره عدت الخط فبتحسبها هدف. صحيح. حتى ان لو حد خد باله وده اللي تشافي قاله امبارح. حد خد باله بقى ساعه الماتش وهو شغال بعد لقيت برشلونه قال له حكم ايه انت ما شفتش الكوره في الساعه مش هقوله على الساعه. الكلام ده موجود في الدوري الانجليزي على فكره اللي هي جي ال تي او جول لاين تكنولوجي. عايز اسالك في جزئيه ثانيه، هل شايف ان هذه المباراه ممكن تكون سبب في رحيل تشافي؟ لا خلاص هو تشافي كده كده قال ان هو ماشي نهايه الموسم. بس في ضغوطات هم متمسكين بيه جدا في الحقيقه. انا معاك بس اعتقد الموضوع صعب جدا جدا. يعني تشافي يعني واضح ان عنده مشكله كبيره جدا جدا في اداره اللقاءات عشان نتكلم بواقعيه شديده جدا. انت لما تكون في دوري ابطال اوروبا متقدم وعملت الصعب وتفوز 3-2 خارج ارضك تيجي في المباراه في ارضك كان في ظروف في المباراه وفي كذا حاجه حصلت ولكن نتكلم برضه بالبطولات كده البطولات تخسر 4-1 على ارضك بالطريقه اللي حصلت دي ادارتك للمباراه فنيا كانت سيئه. اقول لك مثال بسيط مثال بسيط جدا في ماتش برشلونه انت عندك اراوخو تعرض لكارت احمر بسبب طبعا تدخل اخر مدافع كارت احمر كان مستحق امام باريس سان جيرمان. انت اتصرفت ازاي؟ اتصرفت بطريقه غريبه جدا رحت غيرت طلعت لامين يامال خرج لامين يامال فعلا وست اتنين لعيبه فوق ال 35 سنه اللي هم ليفاندوفسكي ودوندوجان. المنطق بيقول والملعب ما يستحملش اتنين لعيبه بالسن ده وهم 10 لاعبين. فبالتالي المنطق بيقول ان انت كنت تخرج واحد من كبار السن وتسيب يامال مع رافينيا صحيح الاثنين يعملوا شغل. امبارح في التغييرات لو عمل تغييرات ما طلعش لامين يامال. اول تغييرين ده بقى تغيير انا سامع اخبار كده يا دكتور ان هم عايزينك هناك. لا يا ريت والله. طيب عايز اسالك على احتفال طبعا بيلينغهام اعتقد ان هو كان مستفز جدا لكل من هو يشجع نادي برشلونه. لا اقول لك على حاجه الاول قبل بس ما نروح على سيرة تشافي. تشافي تاني مدرب في تاريخ الليجا يخسر 4 كلاسيكو ورا بعض. صحيح. فاعتقد دي هتخلي حظوظه قليله قوي قوي ان هو يكمل او هم يضغطوا عليه عشان يكمل. انك تخسر ماتش القمه عندهم اكبر مباراه الناس شايفاها 4 مرات على التوالي منهم 3 السنه دي مره في السوبر 4-1 ومرتين في الدوري والمرتين تبقى متقدم في النتيجه وتخسر فده بيؤكد ان في مشكله فنيه عند برشلونه فاعتقد ان هم مش هيتماسكوا بيها. انا اعتقد بعد هذه المباراه هو ماشي يعني. اكدت الموضوع خلاص. بلينجهام بقى بص في بيقول لك في لعيب نجم وفي لعيب بتاع الماتشات الكبيره. صحيح. انا وجهه نظري لعيب الماتشات الكبيره ده اهم من النجم لان النجم اهم بيكون كاريزما عامل لقطه الجمهور بيحبه يعني احيانا النجم في نجم يختفي في الماتشات الكبيره. نعم. لكن بلينجهام ده لاعب المباريات الكبيره. صحيح. بلينجهام ممكن يبقى مختفي تماما لكن في الماتش الكبير الماتش التقيل بكوره بلقطه يصنع الفارق.
في الماتشات الكبيره اللي هي الماتشات الصعبه. وعلى فكره اتوقع ان بلينجهام الماتشات اللي جايه دي تحديدا في دوري ابطال اوروبا هيكون له دور كبير جدا 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 ان هو فعلا لاعب المباريات الكبرى واللحظات الكبرى. بلينجهام عايز اقول لك الدور الاولاني الريال كان مغلوب، هو اللي ادرك التعادل وهو اللي سجل هدف الفوز في الدقيقه 90 بلس 2، يعني كان في الدقيقه الثانيه وقت بدل الضايع. عاد نفس السيناريو ثاني والريال متاخر 1-0 وبعد كده 2-1 يوصل 2-2، هو اللي سجل هدف الفوز في 90 بلس 1 او في الوقت بدل الضايع. يعني لاعب عنده ثبات انفعالي، عنده تركيز عالي جدا جدا لحد اخر ثانيه عشان خاطر يرجح كفه فرقته. اعتقد بلينجهام واحد من اهم الصفقات في تاريخ ريال مدريد الحديث على الاقل في اخر 25 سنه. يعني كان في صفقات تقيله من اول زيدان وفيجو وروبرتو كارلوس والناس دي كلها في اول الالفيه دي، لكن اعتقد ان بلينجهام ده واحد من اهم الصفقات، لم تكن اهم صفقه. يمكن حتى لو كيليان امبابي جاي ريال مدريد عايز اقول لك ان بلينجهام اهم من كيليان امبابي، عامل فارق كبير جدا جدا. امبارح في المباراه في الشوط الاول ما كانش ظاهر بسبب على فكره ان كريستنسن اللي هو المدافع كان تشافي موظفه في نص الملعب، كان قاطع مية ممنوع عن بلينجهام، لكن تشافي هو نفسه قرر يطلع كريستنسن وغير طريقه اللعب ويلعب بلاعب وسط هجومي. فبلينجهام اول ما تحرر عمل ازعاج كبير جدا جدا لدفاع برشلونه لحد ما جه في الوقت القاتل يسجل هدف. يمكن هو اول لاعب في تاريخ الكلاسيكو يسجل هدفين في الوقت بدل الضايع، هدفين فوز لريال مدريد في الكلاسيكو. يعني من امتى؟ يمكن من فتره طويله قوي ما فيش لاعب سجل هدفين فوز في الوقت بدل الضايع. يمكن هو اول لاعب يعمل كده في تاريخ الكلاسيكو. يعني الراجل عمل رقم تاريخي في اول سنه ليه مع ريال مدريد، عشان كده بقول لك هو بيسجل. يمكن الحاجات دي موجوده في السجلات، اول لاعب في تاريخ الكلاسيكو يسجل هدف الفوز في الوقت بدل الضايع في مباراتين متتاليتين في الدوري. خلاص ده رقم اصبح باسم جود بلينجهام اللاعب الانجليزي اللي انا متوقع. طب لو هسالك عن توقعاتك من يحسم الشامبيونز ليج والدوريات الكبرى طبعا. طيب بص، دوري ابطال اوروبا بطوله صعبه جدا جدا، لكن اعتقد باريس سان جيرمان الفرنسي لن تسنح له فرصه افضل من الفرصه الحاليه. صحيح، انا متفق معاك في الجزئيه دي مليون في المية. ولكن حذاري من خبرات ريال مدريد. يعني ريال مدريد في البطوله دي له شان اخر. فريق ليه شكل وليه طعم وليه لون في اوروبا. طيب الدوريات الكبرى خلاص، الدوري الاسباني اكلينيكيا زي كده ما انت قلت الصحف الاسبانيه بطوله البطل الافتراضي اللي هو اكلينيكيا. صحيح. يعني خلاص. نعم. الريال هو بطل الدوري الاسباني بنسبه كبيره. طبعا بقى ليفركوزن عامل ملحمه في المانيا وخلاص، يعني الدوري بالنسبه له نزهه. انتر ميلان النهارده ربما مع الميلان شفت الاحتفال بتاع الجمهور بتاعهم وهم نزل ارض الملعب، حاجه يعني مشهد اعتقد ما بنشوفوش كتير في الملاعب الالمانيه. تفوز بلقب الدوري لاول مره في تاريخها، جمهور هيعمل ايه؟ خلي بالك فرقه من 22 سنه بالظبط كانوا على بعد رقم تاريخي، حققوا دوري وكاس ودوري ابطال اوروبا وخسروا الثلاثه في حوالي 22 سنه. فتخيل المخزون بقى، المخزون الطاقه اللي عند الناس من عشرات السنين ان انت تفوز بالدوري، فده كان رد فعل طبيعي. اعتقد الدوري الايطالي ربما يحصل النهارده فيه برضو كلاسيكو في ايطاليا النهارده، ديرب الغضب انتر ميلان مع ميلان. وبرضه انتر ميلان برضه متفوق بشكل واضح في ايطاليا، اعتقد هو اللي هيفوز باللقب. الدوري بقى الانجليزي هو اللي يعني هو الدوري المثير السنه دي، دوري الكراسه الموسيقيه السنه دي بس؟ لا يعني لا اقصد بس الدوريات الكبرى هو يعني الوحيد فيه منافسه، الباقيين كلهم خلاص الموضوع منتهي. يعني لغايه اخر دقيقه ما يعني انا نفسي بتمنى ان انا اوصل للجوله 38 والبطولات فرق عندهم امل. هيبقى المشهد مثير جدا جدا ومشهد يستحق الدوري الانجليزي، الدوري الاقوى والاكثر تنافسيه. وعلى فكره كلمه كده اخيره، انديه الدوري الانجليزي بتدفع ثمن الدوري القوي بتاعها. يعني ارسنال والسيتي خرجوا من البطوله دي بسبب نسبه كبيره جدا جدا الضغط الرهيب والقوه الرهيبه اللي بيبذلها وبتستنفذ طبعا الدوري الانجليزي او انديته. وحتى ارتيتا وجوارديولا نبهوا للموضوع ده ولمحوا كده ان الضغط اللي في الدوري الانجليزي بيدفعه ثمنه على المستوى الاوروبي. صحيح. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني يا دكتور، وان شاء الله باذن الله تكون بتنورنا قريب هنا في الاستوديو. ده فيما يخص مباراه الكلاسيكو وتوقعات الفوز، من هو يفوز بالشامبيونز ليج والدوريات الكبرى. عايزين نتكلم مع حضراتكم على خبر اخر من صحيفه موندو ديبورتيفو الاسبانيه، قالت ان تشافي مدرب فريق برشلونه بيتجه للاستجابه لمطلب الجماهير الكتالونيه، وهو اللي كان دكتور عثمان واللي انا السؤال اللي انا طرحته له يمكن هيقعد هيمشي ايه الوضع. فطبعا في استنفار وفي غضب جماهيري كبير جدا وضغط من جانب جماهير برشلونه عشان خاطر بتطالب الاداره ان هي
تستغنى عن خدمات تشافي كمدرب للفريق بعدما كان أعلن قراره بالرحيل عن تدريب برشلونة بمجرد انتهاء الموسم في يناير الماضي بعد الهزيمة 5-3 أمام فياريال وفقا طبعا للصحيفة. تشافي طلب إيه؟ تشافي طلب اجتماع مع إدارة النادي، واللي من المحتمل أن يشمل رئيس النادي خوان لابوراتا بالإضافة لعدد من قيادات النادي. وأشارت الصحيفة أن تشافي أصبح الآن منفتحا على فكرة البقاء في النادي، لكنه سيطلب ضمانات من قيادات برشلونة بشأن تعزيز الفريق وفقا لرغباته إذا كانوا يريدون استمراره. وأنا أشك في هذه الجزئية، أعتقد بنسبة مثلا تتعدى 70-80% إن تشافي دي هتكون نهايته، أو هذا الموسم فعلا هيكون هو نهاية مسيرة تشافي مع برشلونة. مجلة كيكر الألمانية كشفت أن توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ اللي بيستعد للرحيل عن الفريق نهاية الموسم بدأ مفاوضات أولية مع مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل قيادة الفريق بعدما استفسر السير جيمس راتكليف المالك المشارك لنادي مانشستر يونايتد عن إمكانية التعاقد مع توخيل في حال الاستقرار على إقالة المدرب الحالي إريك تن هاج. وأشارت المجلة أن توخيل يريد التركيز حاليا على المباريات المتبقية للفريق الألماني وإمكانية الفوز بلقب الشامبيونز ليج. بعد ما خلصنا أخبارنا هنطلع فاصل عشان نستقبل ضيفنا الكابتن علاء كمال نجم ولاعب الزمالك السابق. بجد ترحيب بحضراتكم من جديد. معانا طبعا نجم ولاعب نادي الزمالك السابق كابتن علاء كمال. كابتن علاء بتشرف بوجودك معايا ومشرفنا النهارده دايما. انا مبسوط ان انا معاك النهارده. اتكلم حضرتك بقى في البدايه عن التشكيل اللي بدا بيه جوزيه جوميز المباراه. طبعا في البدايه يعني لسه عايز اتكلم بس الاول على الحته اللي الناس قلقانه منها شويه، ان المباراه خلصت تعادل وان نادي الزمالك فرصه ضعيفه وان احنا مسافرين نلعب بره. الموضوع ده اصلا ما فيش اي حاجه خالص من الحاجات دي. الفرقه اللي احنا بنلعبها فرقه مستواها مش كبير، انا شايف ان هي اقل من المتوسط. نادي الزمالك يقدر يكسب هناك بجول واثنين وثلاثه، فان شاء الله نطمن الناس ان نادي الزمالك هيرجع من هناك باذن الله كسبان. الحاجه الثانيه ان تشكيل نادي الزمالك في مباراه امبارح، يعني انا كان وجهه نظري ان كان في شويه تعديلات كانت ممكن تحصل في التشكيل. ممكن كان نادي الزمالك يؤدي اداء افضل على الاقل في الشوط الاول. بعد التغييرات اللي حصلت الشوط الثاني نادي الزمالك اداؤه بالظبط كده، اداؤه اتحسن الشوط الثاني بدليل الفرص اللي ضاعت الكتير في الشوط الثاني، واللي كان نادي الزمالك كان ممكن يخرج من المباراه كسبان 2 أو 3. فكان في بعض التعديلات كانت ممكن تحصل. انا رايي ان كان المفروض انه الزناري يرجع يلعب بقى مكانه. الزناري اساسا لعيب مساك، والمسلوسي يلعب باك رايت. ده وجهه نظري في البدايه في خط الظهر. خلاص كده احنا خط الظهر كده كان ممكن بس يبقى. ممكن اناقش حضرتك في الجزئيه دي ان هو الراجل دايما او اي مدير فني لما بيجي يبني خطته لازم بيقولك بيثبت السرد باكين ما بيتغيروش كتير. بالظبط انا معاك ان هم ما بيتغيروش كتير. لو بنلعب فريق كبير او فريق قوي قوي او مثلا فرقه عندها اسم كبير او فرقه عندها امكانيات كبيره ممكن يبقى التغيير يبقى مش مطلوب او يبقى في قلق شويه. لكن انت بتلعب فرقه يعني مستوى اقل شويه من اللي انت معتاد عليه او بتلعبه، فممكن يبقى التغيير ده ممكن يبقى مطلوب في الماتشات دي. المثلوس يلعب باك رايت ودي حتته وبيلعب فيها من زمان، طبعا اتغيرت بس في نادي الزمالك. والزناري يرجع يلعب مكانه مساك. الفكره كلها في الباك ليفت، هي دي اللي انت دايما عندك فيها مشكله. بعد غياب فتوح بيبقى عندك دايما مشكله في عبد الشافي في اول الموسم، عندك مشكله كبيره جدا في حته الباك ليفت دي. انت ممكن بقى يا اما تجيب المثلوسي باك ليفت تلعبه باك ليفت ويرجع عمر جابر ان شاء الله من الاصابه يلعب باك رايت، ويبتدي الزناري يدخل جنب حسام عبد المجيد. لازم تحاول يبقى عندك بدايل للحته دي، لان انت ناحيه الشمال لو فتوح خلاص حصل له قدر الله حاجه انت عندك ازمه كبيره جدا في الناحيه دي. فانت لازم على الاقل توظف اي لعيب من اللعيبه اللي بتلعب باك رايت. انت بتجيب عمر جابر زي ماتش النادي الاهلي جبته لعبته باك ليفت، فانت ممكن برده نفس الموضوع مع المثلوسي برده ممكن تقدر تجيبه باك ليفت في الماتشات دي. يعني لو الفتوح ان شاء الله باذن الله يرجع ويلعب المباراه اللي هناك، لو ما رجعش ممكن يبقى في الاستعانه بالمثلوسي باك ليفت. طيب هبتدي مع حضرتك هنناقش كل الحالات الفنيه كل على حده، ولكن هبتدي معاك الاول برؤيتك للاداء الفني بشكل عام لنادي الزمالك والتغييرات اللي عملها جوزيه جوميز وتعديل رتم نادي الزمالك او تحسين رتم نادي الزمالك في المباراه خصوصا في الشوط الثاني. بالظبط انا الشوط الاولاني زي ما
الراجل قال في المؤتمر الصحفي، قال ان اللعيبه ما ادتش بالطريقه اللي انا كنت طلبتها منهم الشوط الاول. في الشوط الاول لما عدل الشوط الثاني واللعيبه ابتدت تستجيب واللعيبه ابتدت تحس ان المباراه بصعوبتها او اتصعبت، لعبوا لعبهم ابتدى نادي الزمالك يوصل ويهدف ويحاول يوصل على الجول، وده اهداف كتير جدا كان ممكن يخرج كسبان من المباراه. كره ما عندنا شويه، بمعنى كده ان نادي الزمالك كان يعني كان من البدايه بس كان فيها شويه تحفظ او ما كانوش عدم توفيق فاهمين الراجل عايز يعمل ايه بالظبط. الشوط الاول لما تعدل او دخل بين الشوطين ابتدى يتكلم مع اللعيبه، اكيد ابتدى يعدل في التشكيل. نادي الزمالك ادى بشكل كويس جدا الشوط الثاني، وان شاء الله باذن الله يكملوا على كده في المباراة الثانية ان احنا هنقدر نرجع من هناك كسبانين. نادي الزمالك لازم من بداية المباراة هناك يرجع بالثلاث نقط، مش ثلاث نقط بقى، ان احنا ان شاء الله نوصل للمباراة النهائية نرجع كسبانين، بس مش من البداية عشان برضه هي الكورة ما كانتش عايزة تدخل لامبارح. امبارح برضه كان في عدم توفيق برضه في الشوط الثاني بالذات في الاخر خمس ست دقائق، الفرصتين ثلاثة اللي على خط الجون اللي ضاعوا، يعني نادي الزمالك امبارح ممكن يا كابتن حاجات ما تضيعش خالص. فيعني كان في عدم توفيق، يعني نادي الزمالك الشوط الثاني احسن كتير جدا من الشوط الاول، حصل عدم توفيق فالمباراه خرجت بالتعادل. ان شاء الله في مباراه العوده يقدر يعوض. طب يا كابتن شفنا اكتر من كوره حاجات لا تصدق، يعني كوره مثلا او كوره من كور نضاي، يعني كور نضاي كانت كتيره جدا، كورتين منهم على الاقل كانت كفيله ان يدخل منهم واحده هدف. او اثنين بالظبط. سيف الدين الجزيري، الكره بتاعت حسام عبد المجيد، الكره ماشيه على الخط يا كابتن، على خط الجول. ما بقول لك في عدم توفيق امبارح باين جدا، يعني المباراه الكره دايما فيها توفيق وعدم توفيق. نادي الزمالك امبارح كان لازم عدم توفيق، فرص كتير جدا ضاعت، كان يقدر يخرج من مباراه كسبان، ولكن لسه فيها. يعني حضرتك كنت لعيب كوره ونجم كبير يعني، فلما بتلاقي ان انت جوه الملعب بتعمل اللي عليك وبتخلق فرص وبتحاول وبتروح وبتلعب كوره بين الثلاث خشبات والكوره ما بتدخلش او مش عايزه تدخل، يعني التصرف بيكون عامل ازاي؟ او انتوا كلاعيبه داخل ارض الملعب بيكون ايه اللي بيتقال بينكم وبين بعض والحالات اللي زي كده؟ اعتقد يعني اهم حاجه او اهم عنصر في كره القدم هو التوفيق. التوفيق بالظبط كده، انت جبت من الاخر في الكوره حاجه، يعني يا توفيق وعدم توفيق. صحيح. انت بتعمل اللي عليك وبتادي، بتقاتل في الملعب، بتنفذ تعليمات المدير الفني، اللعيب كل واحد بيعمل اللي عليه، وبعد كده الباقي بيبقى على ربنا بقى في القصه بتاعت الكوره بالذات لما بتدخلش والحاجات دي، ده بقى خلاص بقى انت عملت اللي عليك. حتى كمان امبارح الزميل الاعلامي الكابتن سيف زاهر قال لك توفيق ما طلعش كوبري اكتوبر. بالظبط كده بالظبط. لا نادي الزمالك امبارح لو في زي ما بنقول توفيق، لا المباراه تخرج 2 و3 و4 عادي جدا. فاتمنى التوفيق يبقى لازم نادي الزمالك في المباراه الثانيه يعني. طيب شايف هل جوزيه جوميز نجح ان هو يعدل المسار ويتحكم في رتم المباراه زي ما هو عايز خصوصا في الشوط الثاني، ولا تحليلك ايه بشكل عام على الاداء الفني لجوزيه جوميز في هذه المباراه؟ لا يعني الشوط الثاني فيه تعديل حصل، يعني الشوط الاولاني اللعيبه ما ادتش المطلوب وبشهادته هو بكلامه هو كمان، واحنا كنا شايفين ان الشوط الاول لا نادي الزمالك ما ادش، واضح انه ما ادش الكلام اللي الراجل قال عليه او الطريقه اللي كان الراجل عايز ينفذها. بعد تعديلات الشوط الثاني والكلام اللي دخل بين الشوطين وابتدى يتكلم وابتدى يعدل وابتدى التغييرات تنزل، لا نادي الزمالك طبعا شكله افضل بكتير بكتير جدا 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 في الشوط الثاني، وده بدليل ان الفرص اللي ضاعت دي ضاعت كلها في الشوط الثاني. فنادي الزمالك ادى الشوط الثاني بشكل كويس، واضح ان الراجل غير او عدل في طريقه التشكيل او في التغييرات اللي عملها، او ممكن يكون هو كان في فكر معين كان عايز ينفذه الشوط الاول ما حصلش، فلما عدل نادي الزمالك عمل شوط كويس يعني. ولكن برضو هرجع واقول ثاني ان نادي الزمالك في بعض الغيابات عارف يا كابتن، انت لو قاعد شايف ورقه الاسئله مش هتبقى الدنيا ماشيه معاك كده. والله ما اعرف الاسئله، لكن السؤال الجاي والله ما اعرف الاسئله. في بعض الغيابات المؤثره بشكل كبير جدا في اداء نادي الزمالك، كان عايز اقول تتكلم فتوح، اوباما، عمر جابر، زيزو، الونش، محمود علاء، عبد الشافي طبعا الاصابه، غير الغيابات بسبب القيد في القائمه الافريقيه، عبد الله سعيد، ناصر ماهر، سيف جعفر. انت بتتكلم على اسماء كبيره جدا جدا، كلهم اساسيين. بتتكلم على اللعيبه لو جيت تعمل تشكيل منهم تقدر تعمل اللعيبه دي تشكيل منهم اساسي، فانت بتتكلم في كام؟ 7 8 لعيبه برضه، الونش ومحمود علاء، يعني انا ما كملتش لسه، حوالي 10 او 11 12 لعيب، كلهم لعيبه كبيره جدا، اسامي كبيره مؤثره، وعندهم تشكيل. خبرات في الماتشات الافريقيه، وعندهم خبرات في المباريات الكبيره، فاكيد الغيابات مؤثره. بس نادي الزمالك يعني انت عندك بتلعب بتشكيلين، انت في الدوري بتلعب بفرقه في 3 4 بيلعبوا معاك في الدوري، وبتيجي تلعب في ماتشات افريقيا الناس دي ما بتلعبش. فانت برضو يعني الراجل برضو يعني غصب عنه، لان انت بتحاول تثبت التشكيل، وده اهم من اهم اسباب النجاح في كره القدم، انك تبقى عندك تشكيل ثابت ويبقى عندك عناصر اساسيه بتلعب دايما، وبتغير يعني على مثلا واحد اتعور او لعيب مثلا مش في مستواه بتغير لعيب او اتنين. لكن انت كل مباراه بتلعب في الدوري ما عندك 3 4 او 5 موجودين، بتيجي الماتش اللي بعده مش موجودين غصب عنك لان هم مش موجودين في افريقيا، فبتلعب بتشكيل تاني. فدي برده ممكن يكون فيها شويه لخبطه شويه مع الراجل، لكن ان شاء الله نادي الزمالك يقدر يرجع من هناك بمكسب مريح نوصل بيه للمباراه النهائيه باذن الله. مفيش شك، انا بس عايزك تيجي معايا واحده واحده.
مفيش شك ان زيزو هو افضل لاعب في الدوري المصري على مدار اخر ثلاث سنين. واحد من افضل اللعيبه في الدوريات العربيه وفي الدوريات الافريقيه. مفيش شك على ده. دي حقيقة. لما الراجل امبارح في البريس كونفرنس يقول لك ان احنا في اول خمس دقائق في مباراه ديربي القاهره بنفتقد لخدمات زيزو ونقدر ان احنا نفوز بالمباراه. هل التصريح ده فيه شيء من الذكاء ان هو برضو عايز يدي انطباع للعيبه وللفرقه ان النجم هو الفريق؟ ده تصريح مهم قوي. يعني انت قلت ده طبعا الناس عارفه قيمه زيزو واللعيبه عارفه قيمه مفيش خلاف وجماهير ومجلس اداره والجهاز الفني كلهم عارفين. لكن انت لو جيت خصيت بزيزو بس قلت ان مثلا زيزو لو ما لعبش هياثر على نادي الزمالك هياثر على نادي الزمالك، بس انت المفروض ان انت ما توصلش الموضوع ده للعيبه، لان اللعيبه طبعا طول عمرها الفرقه نادي الزمالك اصل نادي كبير ما بيتاثرش بغياب لعيب. صحيح. فانت توصل لهم ان انتوا الفرقه هي دي النجم، دي حاجه مهمه جدا. صحيح. فالراجل طبعا تصريح طبعا مهم جدا وفي ذكاء كبير جدا منه ان هو ما يقولش ان زيزو هو العنصر المؤثر بس في نادي الزمالك، لا اللعيبه كلها بشكل عام. يعني عشوائيه دريمز الغاني حتى في التمركز بان جدا ان هم فرقه فاضيه من النواحي الدفاعيه جدا. وعندهم مشاكل كبيره في التمركز جدا. اعتقد ان ده ممكن يكون مفتاح فوز لينا ان شاء الله في مباراه يوم الاحد. اولا الفريق انا شايف ان الفريق ضعيف جدا فنيا، اقل من المتوسط. اللعيبه انت ما تعرفش هم بيلعبوا ازاي، مفيش ايدنتيتي، مفيش هويه، مفيش اي شكل للفريق. او مثلا تقول ان عندهم لعيب مميز او عندهم لعيب سريع او عندهم لعيب مثلا قوي، ما عندهمش. هم فرقه يعني انا شايف ان هي عشوائيه جدا. امبارح سوء التوفيق بس اللي قلنا عليه من شويه هو ده اللي فرق في مكسب نادي الزمالك. المباراه الثانيه ان شاء الله هتبقى اسهل، لان الفرقه دي اعتقد ان هي المفروض ان هي هتهاجم، عايز تكسب في ملعبها، فهيبقى في فرصه كبيره جدا ان نادي الزمالك يقدر من هناك يسجل ويسجل جول واثنين وثلاثه. بشوف ان جوزيه جوميز مش مدير فني كبير وعنده حكمه وحنكه في اداره المباريات وتصحيح المسار وتعديل رتم المباراه، ولكنه برضه ذكي في اللعيبه اللي بياخدها معاه البريس كونفرنس. يعني هو اخد حسام عبد المجيد هذه المباراه عايز يوصل له رساله، عايز يقول له ان انت هيكون ليك دور مهم في هذه المباراه ودورك من قبل ما المباراه تبدا. رد عليه حسام عبد المجيد في الملعب باكتر من كوره قدر ان هو يستخلصها من الخصم، والكوره اللي كانت هتدخل جون ولكن طبعا عدم التوفيق الكره للاسف ما دخلتش شباك دريمز الغالي. انا عايز برضو اتكلم على حسام، لان حسام واجه انتقادات كبيره جدا من فتره. لا بيأدي بقاله اكتر من 3 4 مباريات بيأدي بشكل كبير جدا، مميز جدا في خط ظهر نادي الزمالك. اعتقد نادي الزمالك دلوقتي ما يقدرش يستغنى عن حسام في الوقت الحالي، ما يقدرش يستغنى عنه، على الاقل هو رقم واحد، وبعد كده نشوف مين ممكن يلعب جنبه. طبعا مع مفلوسي طبعا لعيب كويس جدا ولعيب كبير وادى بشكل كبير في المكان ده. تخيل كده كابتن الونش، عوده الونش لسه بقول لك عوده الونش مع حسام، الاثنين دول ممكن الاثنين دول يفرقوا جدا في اداء نادي الزمالك. فعايز اقول له يستمر ويفضل زي ما هو بيحافظ على تركيزه، لان هو دلوقتي من العناصر المهمه جدا بجانب دونجا. طيب ده بالنسبه لحسام عبد المجيد. لو هنتكلم بقى على دونجا، لو هنتكلم على عواد اللي هو كان ناس كتير ما تعرفش ان عواد تحامل على نفسه وعواد اصر ان هو يكمل المباراه برغم ان هو فعلا كان مصاب. دونجا، نتكلم على دونجا. دونجا اهم لعيب في نادي الزمالك في الفتره الاخيره. دونجا اهم لعيب في نادي الزمالك في الفتره الاخيره. لازم نديله حقه. مباراه النادي الاهلي دونجا اهم لعيب في نادي الزمالك في مباراه النادي الاهلي بلا شك. يعني في ناس كتير قالت ان طبعا عبد الله كان كويس، ناصر ماهر كان كويس، احمد لا، دونجا لما بيبقى كويس ومركز وفايق، لا دونجا مهم جدا جدا في نص ملعب نادي الزمالك. بجانب محمد شحاته لما يلعب جنب دونجا، لان ده برده من الناس اللي انا يعني عايز اتكلم عليه، ان هو في مباراه مهمه جدا ومباراه هتبقى صعبه، محتاجين الاثنين دول يبقوا في نص الملعب جنب بعض. انت غشش يعني الاسئله يا كابتن قبل ما تدخل. لا والله لا والله. فيعني في المباراة العودة، يعني مثلا لو نتكلم في مباراة العودة مثلا في نادي الزمالك، لازم يبقى دونجا وشحاتة الاثنين بيلعبوا عشان تقفل نص الملعب وبتدي تدي حرية للثلاث لعيبة اللي تحت الفيرود ان هم ينطلقوا ويلعبوا براحتهم وما يرجعوش، او يبقى عشان احنا يبقى عندنا فرصة ان احنا نسجل بره ملعبك. فانت محتاج ان يبقى عندك اثنين ارتكاز اقوياء جدا، واعتقد ان 6 و8 لازم الاثنين دول يبقوا موجودين بجانب الثلاثة اللي قدام تحت راس الحربة. وعندك يبقى عندك سرعات، يبقى مع عودة زيزو ان شاء الله الاحتمال كبير ممكن يبقى موجود في مباراة العودة ان شاء الله. نادي الزمالك يقدر ان هو يرجع من هناك كسبان
بس بالطريقه دي. عاجبني كمان كونسبت او فكره ان انت بتلعب سته بشكل عصري، ان انت مش دستروير بوكس تو بوكس، لا انت بتعمل الترانزيشن والتحولات وبتروح وبتصنع الفارق وبتعمل كرات وبتدي لزمايلك اسيستات، فدي حاجه مهمه جدا بالنسبه لدونجا. علشان المكان ده دلوقتي ما بقاش زي زمان، دلوقتي المكان ده اتغير، المكان ده كان زمان بيتوقفوا في نص الملعب بيدافع بس او بيقطع ويسلم بس، لا المكان ده دلوقتي بقى بيهاجم وبقى بيلعب على الجول وبقى بيشوط وبقى بيكمل جوه ال 18، فدونجا بيأدي بشكل كويس جدا جدا، يتمنى برضو يكمل على المستوى ده، ان هو يعني مهم جدا ان هو يفضل كده علشان عودته لمنتخب مصر مهمه قوي الفتره الجايه. موتيابا ودفع بيه كاساسي، شايف ان دي شجاعه من جوميز ولا شايف مشاركته كاساسي كان ممكن يستخدمه كورقه رابحه زي ما عمل في المباراه بتاعت النادي الاهلي وهو كان مضطر في الحقيقه لان هو زيزو اتصاب في اول خمس دقائق، فانت بتشوف لا انا شايف ان هو كان ممكن يبقى موجود على دكه البدلاء ويبقى ورقه من الاوراق المهمه جدا في نادي الزمالك لما ينزل. يعني كان يقدر يبدا بشحاته امبارح جنب دونجا وكان يسيب متيابه بره وكان يلعب عادي زي ما لعب بشيكابالا ومصطفى شلبي وسيف الجزيري واحمد حمدي، يعني ده رايي ان هو كان ممكن يبقى يخليه جنبه بره ورقه ينزله شوط تاني او يدفع بيه في شوط تاني لانه برده لسه محتاج لعب كتير ومحتاج برده خبرات اكتر من كده. يعني بتشوف ان الزناري بدا يجيب مستواه مره تانيه؟ برده نفس الكلام عليه لان برده واجه انتقادات كبيره جدا زيه زي حسام عبد المجيد، اعتقد برده ان هو بقى له مباراتين برده بيأدي بشكل كويس، لو لعب في مكانه كمان هيأدي بشكل احسن كده من كده بكتير. بنزول سامسون اكينولا بدل مصطفى شلبي اكتملت قائمه الاجانب في نادي الزمالك، الخمسه كلهم لعبوا امبارح لاول مره. فشفت ده ازاي؟ دي كانت حاجه غريبه، يعني اول مره من فتره طويله جدا ان خمس اجانب يبقوا بيلعبوا في نفس المكان او في نفس الماتش يعني. فكلهم لعيبه كويسه، كلهم لعيبه مهمه، وكلهم مستواهم ابتدى يرجع، يعني في لعيبه كتير جدا مستواها ابتدى يتحسن مع جوميز، يعني ابتدى يدي سامسون مثلا يعني ابتدى يفرق بشكل كبير ويبقى شكله بقى هو ده اللي المفروض نادي الزمالك كان جايبه من الاول، هو ده مستواه اللي المفروض كان نادي الزمالك جايبه عشانه، فان شاء الله يكمل على كده باذن الله ويرجع لمستواه اللي النادي جايبه عشانه. بتشوف يعني ازاي اداء حمزه المسلوسي في المركز الجديد بتاعه اللي وظفه فيه جوميز كثيرد باك بجانب حسام عبد المجيد؟ حمزه عنده خبرات، ذكي، لعيب ذكي، بيعرف يلعب في اي مكان، يعني لما بيلعب في مركز المساك بيأدي بشكل كويس قوي رغم انه مش مكانه، لما بيلعب باك رايت بيأدي بشكل كويس قوي، في بعض الاوقات كنت بتحتاجه توديه باك ليفت بيلعب بشكل كويس، فانا اعتقد ان الذكاء المثلوثي هو اللي بيخليه يأدي بشكل كويس في الاماكن اللي بيلعب فيها، مع ان الراجل بيعتمد عليه لان هو اصلا مستواه كويس، يعني من السنه اللي فاتت مثلوثي من افضل اللعيبه الاجانب اللي جت نادي الزمالك على المستوى الفني والمستوى الاحترام، يعني الدوري بشكل عام لعيب كمان مميز ولعيب بيلعب بروح قتاليه وما بيتكلمش خالص، ما تحسش ما تسمعش صوته بيأدي بس، فمن اللعيبه المهمه قوي لنادي الزمالك يعني، وعنده فرصه ان هو بيلعب في كذا مكان، فانت من لعيب الجوكر ده ما بتحتاجه وتلاقيه، ده مهم قوي ان يبقى عندك لعيب زي ده في الفرقه يعني. كفايه يا كابتن النهارده ما شاء الله عليك، ربنا يخليك، نايم كويس. طيب عايز اتكلم معاك على الاخطاء اللي محتاج جوميز يعالجها عشان نقدر ان احنا نقول ان احنا تغلبنا على نقاط او النقاط السلبيه، ويدخل مباراه يوم الاحد ان شاء الله وهو حاطط ايده على الحاجات اللي محتاجه تتظبط في هذه المباراه، ايه ابرز هذه النقاط؟ الحته النفسيه بقى، اتكلم اللعيبه على الحته النفسيه، ان هو يتكلم معاهم ان المباراه العوده زي يعني مش صعبه، مباراه اعتقد في المتناول نادي الزمالك يقدر يكسبها، الفريق مش فريق قوي نادي الزمالك يخاف منه، يعني ما يديش الفريق اصلا اكبر من حجمه، نادي الزمالك يقدر يكسب وبسهوله، انا بقول لك ان شاء الله نادي الزمالك في المباراه الثانيه هيكسب وبسهوله وهيكسب بنتيجه كويسه ومرضيه، يعني هيكسب 1-2. ده بالنسبه للنواحي الفنيه، انا عايز اتكلم حضرتك في عفوا ده بالنسبه للنواحي النفسيه، عايز اتكلم حضرتك على النواحي الفنيه، الحاجات اللي جوميز محتاج يعالجها داخل نادي الزمالك. يعني انت بتتكلم على مثلا، انا اعتقد ان مثلا الحته اللي في خط الظهر انت محتاج تلعب اللعيبه، انا رايي اللعيبه تلعب في مراكزها، انت محتاج ان، وبعدين لو عوده اللعيبه المصابين زي المشكله اتحلت خلاص، خلاص كده انت بس ما عندكش، هو برضه بيلعب مضطر يا كابتن، يعني بالزبط. هو عامل الروتيشن ده او بيلعب لعيب مثلا ممكن يكون مش مركز معتاد عليه، ولكن انت بتتكلم في فرقه كامله غيابات اللي هو على اللي هو اللعيب اللي بيلعب في الحته اللي قدام اللي هو مميز جدا فيها بتلعبه باك ليفت، فانت بتفقد 50-60% من قوته في الحته دي لان انت مضطر تلعبه،
فلما لو عوده المصابين اعتقد ان نادي الزمالك خلاص مش محتاج اصلا يعالج اي حاجه خالص، او اللعيبه كلها ترجع تلعب في مكانها، زيزو او فتوح او الناس المصابه دي، خلاص الموضوع هيبقى سهل جدا على نادي الزمالك في مباراه العوده. يعني الكروسات اللي عملها نادي الزمالك وتعديل الريتم في الشوط الثاني بين لنا ان احنا حته التمركز عندهم والكرات العرضيه اللي بيلعبها نادي الزمالك بتشكل خطوره كبيره جداً عليهم. هم عشوائيين صحيح مع عوده زيزو والكروسات اللي بيعملها ومع عوده فتوح طبعا. اعتقد ان دي هتكون نقطه تحول صحيح صح مفتاح مهم قوي. هو ده مدير فني بقى بتكلم على راجل قاعد بره مركز شايف ان عندهم سوء تمركز في الحته اللي ورا الكره العرضيه عندهم بتعمل لهم مشاكل. نادي الزمالك ابتدى يلعب عليها كتير جدا وابتدى يسبب خطوره وشكل خطوره عليهم في الشوط الثاني. فممكن نادي الزمالك تبقى ده مفتاح من مفاتيح لعب نادي الزمالك في مباراه العوده، ان هو لو فتوح رجع او زيزو رجع او حتى لو هم لسه مصابين او حاجه، انت عندك لعيبه كتير جدا بتعمل كورسات بشكل كويس، عندك لعيبه بتلعب بدماغها كويس، سيف بيلعب بدماغه، حسام عبد المجيد بيلعب بدماغه، المثلوسي بيلعب بدماغه، انت عندك لعيبه كتير جدا ممكن تسبب خطوره للفريق ده في مباراه العوده. يعني سؤال من المنهج بخبراتك كلاعب كره قدم، الملعب هناك هيكون مش احسن حاجه، فاعتقد هذه المباراه مش هتبقى محتاجه لعيب حريف قوي على قد ما هي هتبقى محتاجه لعيب بيباصي كويس بيستلم ويسلم كويس صحيح. عشان ممكن تبقى ارضيه الملعب مش احسن حاجه صحيح. فانت محتاج فعلا لعيب الكوره بتعرف تستلم وتسلم كويس، ولعيبه كوره زي ما احنا كنا بنتكلم دلوقتي الحاجات اللي هي العرضيات او القرانر او الكوره الثابته نبقى بنستفيد منها بشكل كويس، لان ممكن المباراه تخلص بحاجه زي دي. صحيح بتفق معاك مليون في الميه. ازاي نتعامل مع هذه الجزئيات السلبيه في دفاعات دريمز الغاني مع عودة اللعيبة المهمة جدا زي فتوح وزي زيزو، فبتشوف ايه التشكيل الانسب اللي يبتدي بيه هذه المباراة وفقا للمعطيات اللي احنا اتكلمنا فيها؟ لو بنتكلم على لو كل المصابين رجعوا مثلا هنتكلم مثلا على عمر جابر. لا حضرتك هتديني بقى التشكيل من اول حراسة المرمى. عواد عمر جابر اعتقد ممكن المثلوسي وحسام عبد المجيد فتوح. رجعت في كلامك دلوقتي. ما هو كمل يا كابتن انت ماشي صح والله. لو عمر جابر خلاص موجود يبقى خلاص انا متفق معاك على فكره. دونجا شحاتة احمد حمدي مصطفى شلبي ممكن ابراهيم انضاي قدام سيف الجزيري. طيب ده فيما يخص التشكيل من وجهه نظر حضرتك. عايز اتكلم معاك برضو على لقطه أنا بشوفها لقطة مهمة جدا. مش دايما الجمهور أو مش دايما جمهور كرة القدم بيبقى بيدعم في أوقات مش سهل الدعم فيها. صح. تاني يعني أوقات الدعم بتكون صعبة جدا على الجمهور. صح. فإن هو يدعم في الوقت اللي الفرقة محتاجة فيه الدعم ده بيكون مهم جدا لأي لاعب كرة قدم، وحضرتك تعلم وتعي هذا الكلام أكتر مني بكتير. فشفت ازاي بعد انتهاء هذه المباراة دعم متواصل وهتافات غير عادية لكل لاعب وللفرقة بشكل عام كالعادة. يعني صحيح. اللي انت بتقوله ده انت بتتكلم لو انت بتتكلم واحد ما يعرفش حاجة في الكورة او ما اتفرجش على اي حاجة في الكورة هيقول لك ده نادي الزمالك، هيقول لك دي جماهير نادي الزمالك من غير ما يفكر. كالعادة الفرقة كسبانة بيشجع، الفرقة متعادلة بيشجع، الفرقة خسرت بيشجع، الفرقة مش في مستواها بيشجع. 50,000 متفرج امبارح ما حصلتش من 2019. بتتكلم على نهائي الكونفدرالية 2019 نادي الزمالك، هو ده بس المنظر اللي انا شفته في الاستاد امبارح، ما شفتوش بقالي كتير جدا سنين، 4 أو 5 سنين. فكالعادة جمهور نادي الزمالك بيقول انا موجود وانا انا يعني اللي في ظهر الفرقه في كل الاوقات، انا بطل القصه، انا في ظهر الفرقه في كل الاوقات، مش فارق معايا اي حاجه غير ان انا ابقى في ظهرهم سواء كسبانين متعادلين خسرانين. وهو ده اللي بيخلي اللعيبه ترجع، وده حافز كبير جدا للعيبه ان هي ترجع وتحصل على البطوله، ان البطوله دي مهمه جدا وانا شايفها البطوله سهله وقريبه ان هي تيجي ان شاء الله. زي ما اتكلمنا على لاعب رقم واحد وهو جمهور نادي الزمالك، لازم برضو نتكلم على التنظيم الرائع اللي شفناه، اجهزه الدوله كلها. صح. مجهودات رائعة من جانب شركة تذكرتي. صح. والشركة الإفريقية والعاملين على الشركة المتحدة للرياضة. شفنا في الحقيقة دنيا الجمهور بيدخل جوه الملعب يبقى في دقيقتين. بالزبط. أنا كان ليا أصحابي وقرايبي وأخواتي موجودين بيقولي إحنا في دقيقتين كنا داخل أرض الملعب، خرجنا بسهولة ويسر. صح. جبنا التيكتس برضو أونلاين بسهولة. الموضوع يا كابتن بقى في الحقيقة سهل جدا. في حتة تانية خالص. صح. مصر دلوقتي خلاص بقت يعني بقى معانا الروشتة. صح.
يعني بقينا قادرين ان احنا ننظم اي حاجة. وده طبعا بفضل مجهودات اجهزه الدوله وتعاون جمهور نادي الزمالك. دي حقيقه، يعني الدخول والخروج بقى في المباراه بقى بمنتهى السهوله. يعني زمان كنا لازم تروح قبل الماتش مش عارف بسبع ثمان ساعات، والدخول كان صعب جدا وتدافع لا مفيش دلوقتي الكلام ده خالص. انت بتجيب تيكت وانت قاعد في البيت وبتوصل المباراه قبلها بساعه ونص ساعه، والحاجات اللي هي زي بنشوفها في اوروبا. احنا بنلاقي الملعب الساعه مثلا 7 الا ربع ما فيهوش حد، الماتش الساعه 7 فجاه الاستاد كله بيتملي. فدي بقت بتحصل دلوقتي في مصر، اللي زي ما انت بتقول دلوقتي بقى عندنا الروشتة والتنظيم بقى رائع الحمد لله، نقدر ننظم اي حاجه والموضوع بقى في ايدينا خلاص، ما بقاش في ايد حاجه ثانيه. وفي الحقيقه بقى عندنا استادات يعني جداً تضاهي الملاعب الاوروبيه، استاد مصر، استاد القاهره، الدفاع الجوي، الناس شغاله بصراحه بشكل اكثر من رائع واكثر من ممتاز. طيب لو هتكلم معاك على مفتاح الفوز باذن الله. مفتاح الفوز الروح، روح اللاعبين والتحفيز والكلام اللي هيبقى قبل المباراه، وان البطوله خلاص احنا في في في, في الحته الاخيره خلاص. انت بتتكلم على توصل للمباراه النهائيه، يعني انت بعد تعب البطوله دي والاداء المميز اللي نادي الزمالك قدمه من اول البطوله لحد دلوقتي ما ينفعش يضيع. فاعتقد ان الحافز هيبقى الروح والكلام والقتال جوه الملعب، وان شاء الله يبدا بالتشكيل الانسب للمباراه، واللعيبه تبقى عندها الحته بتاعت التوفيق اللي هي غابت عنهم في مباراه امبارح. استاذن حضرتك نروح لسؤال الحلقه. اتفضل. موضوع حلقتنا النهارده الاستعداد لمباراه دريمز الغاني في اياب نصف نهائي الكونفدراليه ومعالجه اخطاء لقاء الذهاب. البدايه من عند عبد الحفيظ السبعاوي. مساء الخير عليك يا احمد، ودايما منور قناه الزمالك، ولازم نستعد بالاجتهاد والتركيز والروح القتاليه والعزيمه والاصرار على الفوز وعدم او هو عايز يقول يعني ان احنا ما يبقاش في اخطاء واستغلال كل فرصه في المباراه. وانا عندي ثقه كبيره في كل اللاعبين، وبعد رجوع المصابين هيكون الاداء افضل، واتوقع فوز الزمالك خارج الارض والصعود للمباراه النهائيه من غانا. زملكاوي لاخر العمر، وعامل قلبين كده وحاطط اخبارنا. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ عبد الحفيظ. لمياء حسن بتقول مساء الخير والسعادة عليك يا أحمد، الاستعداد الأمثل لمواجهة دريمز الغاني لابد من بدء المباراة بتشكيل مناسب مع وجود اللعب الجماعي واستغلال أنصاف الفرص مع عودة العناصر الأساسية واللعب بتركيز وبروح وحماس وعزيمة وإحراز هدف في الدقائق الأولى لإرباك حسابات المنافس، وإن شاء الله نقدر نحقق الفوز ونرجع من غانا منتصرين. وتحياتي ليك يا احمد ولكل فريق العمل. بشكرك يا استاذه لمياء شكرا جزيلا. محمد الديري، مساء الخير يا احمد، مباراه العوده مع دريمز محتاجه اصرار وعزيمه من كل اللاعبين ويكونوا عندهم ثقه، وان شاء الله التوفيق يكون من نصيبنا والبطوله تكون في 100 عقبه. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ محمد. محمد بشير بيقول صباح الفل عليك يا احمد، مساء الفل بقى يا استاذ محمد. زمالك ان شاء الله قادر على الصعود مع عوده العناصر الاساسيه وشويه تركيز وتوفيق من عند ربنا، وان شاء الله هنصعد بالتوفيق للزمالك. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. يوسف مصطفى الفخراني، مساء الخير عليك يا احمد، لازم نستخدم اسلوب التسديد على المرمى والتوفيق للنادي ان شاء الله. بشكرك يا استاذ يوسف وبتفق معاك. اخد منك كلمه اخيره. انا في لسه انت بتقول بتتفق معايا فعلا، نادي الزمالك محتاج يلعب على يعني في مباراه العوده دي هيبقى في عندنا فرص ان احنا نسدد كتير. صحيح. اعتقد ان دي برده من الحاجات الاسلحه اللي نادي الزمالك محتاج يستخدمها، واحنا عندنا لعيبه بتسدد بشكل كويس. نعم. فدي برده من الاسلحه اللي نادي الزمالك محتاج الناس كلها قالت لك في الكومنتات بتاعتهم الروح والعزيمه والاصرار على الفوز. فنادي الزمالك محتاج انه يلعب بروح قتاليه عاليه جدا من بدايه المباراه ويقسم الماتش. انا رايي ان احنا يعني ما ينزلش نادي الزمالك عايز يكسب وخلاص فينسى فيحصل لا قدر الله يجي جول ولا حاجه. فنادي الزمالك محتاج يقسم الماتش لمراحل. الراجل اكيد فاهم كويس وادرى بالفريق المنافس وبالفرقه بفرقه نادي الزمالك، فيقدر يدير المباراه بشكل كبير. واتمنى التوفيق ان شاء الله والفوز نادي الزمالك. يعني بشكر حضرتك يا كابتن. ربنا يخليك، انا بشكرك، كنت مبسوط اني كنت معاك جدا. شرف لينا دايما وجودك معانا. شكرا. مشاهدينا الاعزاء، للاسف وصلنا لنهايه حلقتنا مع الكابتن ونجم ولاعب نادي الزمالك السابق الكابتن علاء كمال. استعرضنا مع حضراتكم الحالات التحكيميه والفنيه، وكان معانا طبعا الخبير التحكيمي ايمن دجيش لتحليل الحالات اللي حضراتكم كنتوا بتتكلموا فيها على السوشيال ميديا. استنونا بكره ان شاء الله حلقه جديده من برنامج اخبارنا.